إذا في عندي هون كول سنتر، إيش الكول سنتر؟ كول سنتر هو مكان موجودين فيه ناس بجاوبوا على التليفون. إذا عندي كول سنتر شيدجولينج، في عندي كول سنتر بيشتغل من 9 للخمسة. واليونت هلا الانديفيزبل يونت تبعتنا راح تكون 1 اور. يعني بدنا نعمل شيفت، ما راح اقدر اعمل شيفت بنص ساعه، اذا بدي اشغل شخص بده يشتغل مثلا شيفت معين، بده يشتغل من 9 للوحده، هلا بدي اشوف كم ساعه انا حاطط الشيفت. خلينا نفترض عندي هون انا 4 موظفين 4. فور امبلويز راح نسميهم A, B, C, D. اوكي؟ وهدول الاربع امبلويز راح يشتغلوا هلا خليني اشوف انا حاطط قديش، اظن اني حاطط ساعتين، فكل واحد من الامبلويز ايتش امبلوي يجي كل موظف من الموظفين يشتغل ساعتين، بدي اختار الساعتين حسب هذا، بس طبعا بدنا نحقق الشرط اللي هو انه نقدر نلبي الطلبات. خلينا اول احط الديماند الان. من 9 للعشرة بيجيني 22 كول. اذا هذه كولز من 10 ل 11 بيجيني 25، من 11 12 بيجيني 28. فيش ساعة غدا لأنه هو أصلاً مش عم بيشتغل غير ساعتين، ما في حاجة نحط، طبعاً هو هذا لو بدنا نعمله مثال حقيقي راح يكون 24 ساعة. هذا منطق يعني. ما في الكول سنترز اصلا بطبيعتها هي كونتينيوس ما بتوقف، لانه اصلا احتمال كبير هذا الكول سنتر بيخدم العالم كله مثلا، يعني تيجي دل مثلا، دل قررت تروح على الهند مثلا في جوجرات، بتعرفش اصلا المنطقه اسمها جوجرات، بيكون في عماره ضخمه، بتيجي بتلاقي عماره ضخمه فيها الاف الموظفين الهنود، وطبعا مشبوكه عن طريق الانترنت، مشبوكه الاتصالات كلها مثلا بامريكا واوروبا بيتصلوا، هلا هذا لانه بيخدم العالم كله بده يكون شغال على 24 ساعه، بس انا هون المثال سهلته وجبته على 13، وطبعا انا هون حاطط اربع موظفين، احتمال هناك يكون شيء هائل جدا من الموظفين مثلا 1500، لاحظين هلا هون البيرميتيشنز والكومبينيشنز كيف بتزيد، كيف بتصير المساله معقده جدا. وبعدين من 12 للوحده 28 هي 35، وبعدين عندي 45 48 40 30. خلينا نتأكد انه هاي مضبوطة، واحدة للتنتين، تنتين للثلاثة، بعدين عندي هون ثلاثة للأربعة، وأربعة للخمسة. اوكي؟ هاي الديماند. وهلا زي ما عملنا بالباور شيدجولينج ايش رح نعمل؟ ايش رح تكون الفتنس فانكشن؟ رح يكون عندي الفتنس فانكشن هي الفرق ما بين الديماند اللي موجود هون وعدد الموظفين وكل واحد منهم قديش عدد الكولز اللي بيخدمهم، طبعا A وB وCD ما رح يكونوا متماثلين، ليش؟ ما رح يكونوا زي بعض، هل خبرتهم رح تكون متماثلة؟ أنا بعرف مثلا إنه A مثلا صار له فترة عندي، صار له حوالي سنتين، صار عنده خبرة كويسة، بيعرف يشتغل بشكل كويس، بيعرف يجاوب. بي مثلا ما صار لهش غير سنه، عنده خبرته اقل، سي يمكن صار له مثلا 5 سنين، بس رغم انه صار له 5 سنين برضه مش كثير هذا، فيمكن يكون زي ايه تقريبا مثلا. دي ما بيقدر يبدا قبل الساعه 11. كلهم كونسترينت، في كونسترينت مختلفه، خلينا نحط بعد هدول الكونسترينت. الفتنس فانكشن راح تصير، بدي اجمع قديش كم كول هدول بيقدروا يخدموا بير اور اللي موجودين، راح اطرح منهم، راح اطرحهم من الديماند اللي عندي، وهدفي اخلي ريزيرف اكبر ريزيرف.
وطبعا بدي احط ريزيرف لانه ما بعرف واحد مثلا بتعب في الهاي بمرض مثلا بصير شيء بمد كول معين بدي الريزيرف وبدي احاول الريزيرف يكون دائما نفس الباور شيدجلينج بالضبط تبعت الباور سيستم. خلينا نحط هلا تفاصيل A و B و C و D. A بيقدر يخدم 12 كول بالساعة بس ما بيقدر يبدأ قبل العشرة. أو خلينا نحطها 11. يعني ما بيقدر يبدأ غير على 11. B 10 كولز بر اور ما فيش ريستريكشنز عليه. سي 14 كولز بر اور ما في ريستريكشن. ودي عفوا سي 16 ودي 14 بس انا بدي اروح تجيب اولادها من المدرسه بتخلص على الثنتين. كم واحد من هدول طالب بالجامعة الأردنية؟ مين اللي طالب بالجامعة الأردنية؟ أنا أصلاً بكون صاحبه للثلاثة للثلاثة الظهر لا يصحى. Must finish at 2 o'clock. أوكي؟ إذا ما بيقدرش يشتغل آخر ثلاث ساعات. واضح إن هذه صارت عندنا المسألة. خلينا نتأكد بس خلينا نتأكد من الأرقام اللي أنا حاططها منطقية. هلا عندنا إحنا إذا قلنا تنين ما راح يكفي تنين مش هيك؟ لا بدها تكون الشيفت اطول من هيك. قديش لازم تكون؟ اربع يمكن اربع ساعات. هو نزود الكولز اللي نزود ايش؟ الكولز اللي هو بيقدر ياخذهم ياخذهم. شو احسن نعمل؟ خلينا نخليها على ساعتين زي ما انت اقترحت. جيد خلينا نخليها على ساعتين عشان يكون في عندي اوبشنز اكثر، لان لو زدت الشيفت رح يصير اوبشنز اقل. هلا هيك عندي 2 اوت اوف 8 عدد الجينات او عدد البوسيبل جينز عالي. طيب خلينا نضرب، لو ضربنا هلا هاي، لو ضربنا هذه في 2 بصير عندي تقريبا عندي البيك 45 هون 45 البيك. طيب شو رايكم نضرب هاي في قديش؟ نضرب هدول الارقام في 2، خلينا ضربناهم ب 2 نشوف شو بصير. بصير عندي هون 24 هون عندي 20 هون عندي 32 وهون 28. معناها المفروض عندي تنين 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 لا لا تنين 2 hours is too small. أنا كأني غلطان فيها. هاي لازم يكون أربع ساعات. نحطها ثلاث ساعات. شو بصير عندي ثلاث ساعات؟ هلا ثلاث ساعات لو كان عندي ثمان ساعات 1 2 3 4 5 6 7 8 لو كان عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 اتوقع هيك لازم تزبط. بعد ما ضربنا باثنين وحطيناها 3 اورز مفروض تزبط معنا. اوكي ماشي، اطلع عليه هو بس المثال حتى انتم تشوفوا الاوبشنز الموجوده. هلا اللي بدي تعملوه بدكم تحطوا نفس الشيء، تحطوا الاوبشنز، تحطوا الكروموسومز المختلفه اللي موجوده هون، وبعدين بدنا نجهز المساله ونعمل 1 جنريشن. هذا المطلوب راح يكون لكم بالامتحان. لو اجى هذا السؤال الامتحان هيك بدكم تحلوه، بدكم تمشوا. وهلا راح نعمل احنا مثلا قرر انت الميوتيشن. خلينا نستخدم الميوتيشن زي ما كنا نعمل هناك، او خلينا نرفعها شوي نعملها 1 هاي probability مش هيك، والprobability of crossover راح ارفعها كمان شوي راح اعملها 0.9. قديش عدد الشيدجولز ناخذ؟ قديش عدد البوسيبل شيدجولز؟ ناخذ 6. ايش يعني عدد البوسيبل شيدجولز؟ عدد الانديفيدجولز، وكل انديفيدجوال ايش بيمثل؟ برنامج مقترح. رح تطلع انت في كروموسوم طويل، الكروموسوم طويل فيه جينات، بتقترح برنامج هذا وبرنامج هذا وبرنامج هذا وبرنامج هذا. اوكي بنطلع عليه. اوكي نعم. مين عنده سؤال؟ ما يكون عندنا موظف واحد بس بكل بيريود؟ لا لا، انت عندك ثلاث ساعات اون افريج. قديش راح يكون عندي هلا لو عملته انا اربع ساعات؟ راح يصير عندي اون افريج 2 في كل بيريود مزبوط. لو عملته ثلاث ساعات ممكن في حالات معينه يكون عندي اقل، بس اظن بزبط بزبط معي. ها اوكي هلا انك تقرر ثلاث ساعات او اربع ساعات، طبعا في هون فلوس. فلو احنا بدنا كمان نحط كمان فتنس فانكشن او بدنا نطلع كمان، ممكن تكون فتنس، بعرف ممكن تكون الفتنس فانكشن تاخذ من الكوست اللي علي وتاخذ من الريزيرفز اللي موجوده. ممكن يكون هذا السولوشن يطلع ويستفول. ايش يعني ويستفول؟ يعني انا حاطط موظفين اكثر من اللازم.
ماشي واضح فاهم الهاي اوكي انتوا حلو. هلا يمكن ارقامي ما تكون مثاليه بس هي هون الفكره اللي موجوده هون. انا بتوقع لو خليتها على 2 يمكن ما تزبط لانه 2 بصير عندي ربع. مزبوط كلامك انت اللي حكيته. لو 2 على 8 قديش صار؟ ربع. في 4 1 فصار عندي هون افريج 1. ما رح تكفيني الفترات هاي اللي فيها 45 ما رح يزبط معي. فاحتمال 3 كويس يمكن يكون اوبتيمم. اوكي ايش في اسئله ثانيه؟